على زر الاشتراك ثم على الجرس لتتوصل بكل جديد، وإذا أعجبك الفيديو اضغط على الإعجاب، وشكرا. مرحبا بكم في قناة حلويات نجوم. وما شاء الله كيف كتشوفوا معنا نحضروا الحلوى او الصابلي ديال التمر اللي كيجي رائع وبطريقة جديدة وسهلة. كنتمنى تعجبكم الحلقة اليوم، والان خليكم مع طريقة التحضير. الطريقة والمقادير: اول حاجة كنحتاج من هنايا عندي 250 غرام ديال الزبدة طرية، وهنايا ايضا كنضيف 200 غرام ديال السكر كلاسي، كنضيف 4 ديال صفار البيض، واحد شويه ديال الملحه، واحد ملعقه كبيره ديال المايزينا، بعد ما عملت جميع المقادير دابا نخلط الخليط ديالي مزيان. ودابا كنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه حتى كنحصل على العجينه اللي هتكون رطبه. وهنا كيف كتشوفوا معايا، من بعد ما جمعت العجينه ديالي كيف كتشوفوا فكتكون العجينه رطبه. دابا غنبقى نكور الكويرات على هذا الشكل هذا ونحتفظ بهم. هنايا غنبقى نكمل حتى نكمل العجينه اللي عندي كامله. بالنسبه للعقده فانا نحتاج هنايا عندي 250 غرام ديال التمر معجون، كنضيف عليه شويه ديال القرفه وكنعجن بالمزهر اللي دائما كيكون النوعيه الجيده. دابا غنبقى نخلط العجين ديال التمر مزيان حتى كنحصل على العجين التمر اللي كيكون رطب. دابا من بعد ما عجنت العجينه ديال التمر مزيان، دابا كندهن يدي بشويه ديال الزيت وكنبقى نكور كويرات صغار على هذا الشكل هذا، كنبقى نكور حتى كنكمل عقده ديال التمر اللي عندي كامله. كيف شفتوا معايا من بعد ما ساليت دابا كناخذ العجينه اللي سبق ليا وحضرت وكنعمرها بالعقده ديال التمر وكنكوروهم على هذا الشكل هذا وكنعملهم في الدقيق. ودابا كيف شفتوا معايا فهي الطريقه سهله، فغنبقى مستمره حتى نكمل العقده ديال التمر اللي عندي كامله. هنا من بعد ما ساليت كناخذ المرشم ديالي اللي غنحضر به الحلوى على هذا الشكل هذا، وكناخذ العجين ديالي وكنرشمه بهذا المرشم كيف شفتوا معايا، فكنعملو في وسط المرشم وكنضغط عليه باش كيعطيني ديك الزواقه ديال الحلوى كيف تشوفوا معايا، فكتجي على هذا الشكل هذا. الصراحه كتجي رائعه في المنظر ديالها، وكيف شفتوا معايا فهي سهله الطريقه ديالها. ومباشره كنعملهم في لاطه اللي يدخلوا الفران كيف شفتوا معايا، فغنبقى مستمره حتى نكمل العجين اللي عندي كامل.
انا من بعد ما ساليت مباشره كندخل حلوى الفران على درجه حراره 180 درجه، المده ديال الطياب تقريبا بين 10 دقائق حتى 15 دقيقه، ومن بعد كنخرجوه. هنا من بعد ما طابت الحلوى كنخليها حتى كتبرد مزيان، من بعد كنزينها بالسكر كلاصي على الطريقه هذه. وهنايا كنزينها بالشوكولاتة الأسود، هنا من بعد ما ذوبته في حمام مائي كنزينو على هاد الشكل هذا. فبالنسبة للتزيين دائما كيبقى الاختيار ديالكم، فأنا زينتها بهاد الشكل هذا، يعني كتجي مزيونة في المنظر ديالها. قدمت الحلوى ديالي عملتها في كورطات على هاد الشكل هذا، وكنقدموها الصراحه كتجي رائعه. وكيف شفتوا فهي الطريقه سهله وبسيطه. كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه اليوم، ما تنساوش انكم تمنوا الاعجاب وايضا تشتركوا في قناه حلويات النجوم. والان خليكم على خير، والسلام عليكم. للمشاركة في القناة اضغط على زر الاشتراك ثم على الجرس لتتوصل بكل جديد، وإذا أعجبك الفيديو اضغط على الإعجاب، وشكرا.